السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، اليوم رح أحكي عن موضوع للناس اللي عملت ربط قناتها بالفيسبوك على اليوتيوب، تمام؟ في شخص من المشتركين عندي بعت لي رسالة عم يسألني إنه نحنا كيف بنحسن نلغي الربط تبع القناة من الفيسبوك على اليوتيوب، تمام؟ فاليوم رح اشرح عن هي الفكرة، انه كيف الواحد اذا حب يلغي الارتباط تبع القناة اليوتيوب بالفيسبوك، شو الطريقة اللي لازم يعملها مشان يلغي هذا الربط من قناة اليوتيوب للفيسبوك، تمام؟ ما رح طول عليكم، اذا سمحتوا يلي عم شوف الفيديو جديد ما لم اشترك عندي بالقناة، لو سمحتوا اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات ان شاء الله والعالم تستفاد منه. يلا خلينا نبلش. هلا اول شغله، مثل ما كنتوا شايفين، تفتحوا على الصفحه تبع الفيسبوك تبعكم، تمام؟ الصفحه يلي ربطوها مع القناه، بتفتحوا على الصفحه، تمام؟ بعد ما تفتحوا على الصفحة في عندكم هون تفرجوا فوق كلمة الإعدادات، تمام؟ بتكبسوا على كلمة الإعدادات. بعد ما تكبسوا على كلمة الإعدادات بتدوروا على كلمة لك اسمها التطبيقات، تمام؟ بس تلاقوا هي الكلمة تبع التطبيقات بتكبسوا عليها. بس تكبسوا عليها بيقلبكم على هي الصفحة، مثل ما كنتم شايفين هون قلبنا على هي الصفحة. هون عم يقلنا شو في مربوط بالفيسبوك. هلا نحن هون شايفين عنا اليوتيوب، تمام، مربوطة مع قناة مع صفحة الفيسبوك. عليكم بس تكبسوا إشارة الاكس اللي موجودة هون، تمام؟ بس تكبسوا إشارة الاكس بيقلبكم على هي الرسالة، عم يقول هون إزالة التطبيق، هل تريد بالتأكيد إزالة هذا التطبيق؟ إذا كنت متأكد وبدك تزيله بتقول له نعم، وإذا ما بدك بتقول له لا، تمام؟ هيك أنتوا بس تعملوا هي الطريقة إن شاء الله القناة تبعكم اللي ربطتوها بالصفحة تبع الفيسبوك بتنشال وبيمشي الحال بإذن الله، تمام؟ من فضلكم إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو وخليه يوصل لأكبر عدد ممكن. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.